السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كاتي ايدل. فيديو جديد، نتمنى يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم غندير لكم حلوه التمر، كتجي لذيذه وشيشه. غنحتاجو فيها الكيلو الا ربع ديال الزبده العاديه، 6 معالق كبار ديال السكر كلاصي، 6 معالق ديال الزيت الرومي، راس معلقه ديال الملح، وكيلو وربع ديال الفورص. يعني هاد المقادير هي اللي غتقدنا في العجينه، ما غتزيدوا عليها حتى شي حاجه، المقادير ديالهم مضبوطه. بغيتي تنقصوا راه غديروا النص ديال المقادير. كيلو الا ربع ديال التمر، هذه الحشوه، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره تاع القرفه، معها راس ديال معلقه ديال القرنفل المطحون، ومعلقه ونص ديال الزنجبيل منقي ومحمر، ومعلقه كبيره ديال الماء زهر. نبداو على بركه الله، في اناء غنخلطوا التمر، الحشوه ديالنا اللي غنديروا لداخل، التمر مع الزبده، مع القرفة والقرنفل وجنجلان، ومعلقة كبيرة ديال الماء زهر. كنخلط كل شيء نحصلوا على عجين. دابا راه كيما كتعرفوا كلشي موجود في الاسواق، الناس راه كانوا كيحيدوا التمر اللي كيحيدوا ليه العظم وعاد كيطحنوه. دابا كلشي سهل، بعد ما حصلنا على عجين غادي ناخذوا شويه هكا ونديروا بحال هكا حريبلات. نكملوا بهذه الطريقه، غندوزوا العجين ديالنا في العجانه او بيدينا، راه ماشي كلشي عندهم العجانه. هيا ولات كتسهل. نديروا الزبده، سكر كلاصي والملح، الزيت. غنكتب لكم المقادير مضبوطه ديال الحلوه، غنكتبهم لكم في صندوق الوصف. غادي نبقاو غادي تخلط واحد شويه وغادي نزيدو الدقيق ونحصلو على العجينه ديالنا ان شاء الله. زدنا الدقيق كما قلت لكم، وراه ما كتحتاجش الدلك بزاف، راه غير بيديكم راه تجمعوها، يعني ساهله. هاي العجينة ديالنا، غناخدو كويرات وغنتكوهم لداخل، وغنديرو التمر الوسط
وكنشوف نديرو بهذا الشكل. هذه الطريقه اللي ما عنده اي قالب، هذا هذه الطريقه ديال ايام زمان، يعني كل ما غتوحلوش فيها كل شيء يقدر يدير، وكيجي حتى منظرها زوين. هذه المعروفه بها كاع، راه بالخليج كيسموه معمول التمر، هما المعمول كيديروه بالسميد، حنا كنديروه بالدقيق. كنبقاو مكملين على هذه الطريقه، كنزوقوها بالفرشاه كما كتشوفوا، طريقه سهله ومتناول الجميع. ديما انا في وصفاتي كلشي كنحاول نديرو مبسط وسهل باش كلشي باش يكون في متناول الجميع. ان شاء الله يكونوا فيديوهاتي كيعجبوكم، وما تنساونيش من التعاليق لانه رايكم كيهمني دائما كما كتعرفوا. بعد ما كملناها كلها غندخلوها الفران مسخون على درجه الحراره 180، بعد ما يخرج غنوريكم التزيين ان شاء الله. كي كتخرج من الفران كنديروا ليها الماء زهر، كنرشوها بالماء زهر وهي سخونه، وعاد غادي نفندوها في السكر كلاصي. ما تنساوش تكون يلا خارجه من الفران سخونه. غادي ندوزوها في السكر كلاصي وردوا البال بوحده بوحده، لانها كتكون هشيشه راه كتذوب في الفم حيت الزبده اللي فيها. يعني باش نصيحه، الزبده اللي كتكون في البواطه يعني نباتي، ما غنسميش الماركه، ماشي بحال الزبده الروميه يعني الاول العاديه ديالنا. هذيك الزبده اللي في البواطه كتطلق الماء وكتقصح اي حلوه، هاد الزبده كتخليها كتذوب في الفم. انتما غادي تجربوها وغتردوا لي تردوا عليا الاخبار. ما نكملوا كل شيء في التفنات ان شاء الله، يكون الطبق ديالنا سالينا. حنا كملنا، غنوريكم تشوفوها كي كتكون هشيشه، يعني تحطيها في الفم كتذوب. نتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنساونيش من لايك واشتراك وتضغطوا الجرس باش يوصلكم ديما الجديد، وشكرا.